اولا ما يمكن لي قبل من كل شيء هو انني نشكر هاد الرجال اللاعبين على السمات ديالهم، على الشخصيه اللي ابانوا عليها في لا ديفيكولتي. يمكن اتفقنا من قبل باش انهم التحدي هذا كان بالنسبه لنا في هاد الظروف اللي عشنا في هاد اليومين، باش انه ينتصروا على نفسهم وينتصروا كذلك ويربحوا التحدي كذلك على الحاله او المرحله اللي دزنا منها في هاد اليومين، من لانه ايزون مونطري بانه في لا بيرسوناليتي ديالهم وفي لا ديفيكولتي قدروا انهم يخرجوا مقابله كبيره ويرجعوا بانتصار. مشكورين على المجهودات ديالهم، ان كل دقيقه كل ثانيه كانت فيها بزاف ديال الصعوبات. يمكن مقابله ما كانت سهله بحكم اننا لاعبين ضد واحد الفريق اللي في الميدان ديالو مع الجمهور ديالو، في هذا الملعب هذا دائما كيكون صعيب. حتى في التموقع ديالو كان عنده تموقع جيد في البطوله، عنده لاعبين مستوى كبير، عنده مدرب اللي كيدير عمل جيد وجبار، كنتمنى له مستقبل جيد مع الفريق. كنظن على ان هادو اشياء كلها كانت كتوحي بان المقابله ما تكون سهله. كذلك اللاعبين عنده كاين واحد المزج بين وتنوع في البروفيل ديال اللاعبين، وبيناتهم كاين واحد التوافق. كنظن مقابله ما كانت سهله، بداو الفريق الخصم بدا بواحد الطريقه جيده في 20 دقيقه الاولى. حنا كان عندنا يمكن مشكل بحكم هاد اليومين اللي ما تدربوش اللاعبين، كان عندنا يمكن هذا المشكل ديال بحكم اللاعبين ما تدربوش يومين. في التنقل من الدفاع للهجوم كنا كنلقاو مشاكل، كذلك كان عندنا واحد المساحه كبيره مور هرماش في لو مومون فاش كنبغيو نضغطوا، وكيبقى اللاعب الرضواني بوحده. كنظن لنا في الشوط بين الشوطين صلحنا من الناحيه التكتيكيه كذلك التموقع ديال اللاعبين والتموقع ديال لو بلوك وديال لي كومبارتيمون، وكنظن بانه اللاعبين مره واحده اخرى مشكورين على التطبيق ديالهم ديال الاشياء اللي طلبنا، وجابوا ثلاث نقاط اللي مهمه كثير. وشكرا لهم، شكرا للجمهور. عندي لو ميساج اللي يمكن لي ندوز هو ان نتمنى من الله باش هذه النتيجه هذه تكون لها واحد الواقع ايجابي على فريق المغرب الفاسي اللي كل شيء كيحبو وعنده واحد الغيره كبيره عليه وكلها من الباب ديالو. وكنتمنى من الله باش تكون واحد فرصه لم الشمل باش تداوى الجراح، لاننا محتاجين للجميع. جمهور انتم شفتوا رائع اليوم، كنشكروا ودائما كيكون سند كبير لينا. لاعبين كاين طريبون ايطا ديسبري كنشكرهم، نصطاف اللي زوين واللي خدام بواحد الطريقه احترافيه، وكاينين غولاسيون زوينه، كاين الناس ديال الاداره اللي خدامين بطريقه جيده، كاين مسؤولين اللي كيديروا مجهودات ديالهم في لي ديفيكولتي. كنتمنى من الله باش هاد النتيجه هادي تغطي على المشاكل وتصلح الامور وسط الاسره المصاويه. شكرا.